الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية إنجاب ولد اسمه يوسف في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في حال رأت المرأة المتزوجة أنها تنجب ولد اسمه يوسف في المنام، يكون ذلك بشرى بالخير للمرأة، حيث قد يدل على إنجاب ولد يسمى يوسف في المنام على اقتراب حمل المرأة. عند رؤية المرأة الحامل إنجاب ولد اسمه يوسف في المنام، يكون ذلك دليل على إنجاب مولود يتحلى بالجمال بإذن الله عز وجل. كذلك قد تدل رؤية ذلك في المنام على أنها تضع مولود يصبح ذات شأن كبير في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. عندما ترى الفتاة العزباء الزواج من شخص يسمى كريم في المنام، يكون ذلك دليل على تمكنها من الوصول إلى ما تتمنى، بحيث يكون ذلك بشرى للفتاة بالتفوق وتحقيق النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك قد يكون الزواج من شخص اسمه كريم في المنام دليل على الزواج القريب للفتاة، كما قد يدل على شخص جيد وتنعم معه بالسعادة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تتزوج من شخص يسمى محمود في المنام، يكون دليل على الأمور الطيبة للفتاة، حيث قد يدل ذلك على أنها تقبل على الزواج في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. كذلك يدل على شخص طيب ويتمتع بالأخلاق الطيبة يتقدم للزواج منها. كذلك قد يبشر رؤية ذلك للفتاة العزباء في المنام على الزوج الجيد بإذن الله سبحانه وتعالى. في حال رأت الفتاة العزباء الزواج من شخص اسمه مصطفى في المنام، قد يدل على الخير. لذلك عندما ترى الفتاة العزباء ذلك، قد يكون دليل على الزواج القريب بإذن الله، كما قد يدل رؤية الفتاة العزباء الزواج من شخص يدعى مصطفى على الزواج من رجل صالح وتقي بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم بعد صلاة العشاء، فإنها المانعة والمنجية من عذاب الله في القبر. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.